السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم يا رب العالمين، يا من هو على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا الله يا الله، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى، يا الله يا الله، يا من رفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع، يا الله يا الله، يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور الليل والنهار، يا الله يا الله، يا من هدى من الضلالة وأنقذ من الجهالة، يا الله يا الله، يا من أنار الأبصار وأحيى الضمائر والأفكار، اللهم اجعل لنا وللمسلمين أجمعين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، اللهم يا رب العالمين نسألك فرجا قريبا، اللهم كف عنا ما نطيق وما لا نطيق، يا رب اكفف عنا ما نطيق وما لا نطيق، وفرج عنا وعن المسلمين أجمعين كل كرب وحزن، اللهم واحفظنا من الوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اكتبنا مع من سبقت لهم منك الحسنى الذين هم عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، اللهم أمين يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، يا من هو على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا الله يا الله، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى، يا الله يا الله، يا من رفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع، يا الله يا الله، يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور الليل والنهار، يا الله يا الله، يا من هدى من الضلالة وأنقذ من الجهالة، يا الله يا الله، يا من أنار الأبصار وأحيى الضمائر والأفكار، اللهم اجعل لنا وللمسلمين أجمعين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، اللهم يا رب العالمين نسألك فرجا قريبا، اللهم كف عنا ما نطيق وما لا نطيق، يا رب اكفف عنا ما نطيق وما لا نطيق، وفرج عنا وعن المسلمين أجمعين كل كرب وحزن، اللهم واحفظنا من الوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اكتبنا مع من سبقت لهم منك الحسنى الذين هم عن النار مبعدون
لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. اللهم أمين يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، يا من هو على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا الله يا الله، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى، يا الله يا الله، يا من رفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع، يا الله يا الله، يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور الليل والنهار، يا الله يا الله، يا من هدى من الضلالة وأنقذ من الجهالة، يا الله يا الله، يا من أنار الأبصار وأحيا الضمائر والأفكار. اللهم اجعل لنا وللمسلمين أجمعين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يا رب العالمين، نسألك فرجا قريبا، اللهم كف عنا ما نطيق وما لا نطيق، يا رب اكفف عنا ما نطيق وما لا نطيق، وفرج عنا وعن المسلمين أجمعين كل كرب وحزن. اللهم واحفظنا من الوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكتبنا مع من سبقت لهم منك الحسنى، الذين هم عن النار مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. اللهم أمين يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، يا من هو على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا الله يا الله، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى، يا الله يا الله، يا من رفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع، يا الله يا الله، يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور الليل والنهار، يا الله يا الله، يا من هدى من الضلالة وأنقذ من الجهالة، يا الله يا الله، يا من أنار الأبصار وأحيا الضمائر والأفكار. اللهم اجعل لنا وللمسلمين أجمعين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يا رب العالمين، نسألك فرجا قريبا، اللهم كف عنا ما نطيق وما لا نطيق، يا رب اكفف عنا ما نطيق وما لا نطيق، وفرج عنا وعن المسلمين أجمعين كل كرب وحزن. اللهم واحفظنا من الوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكتبنا مع من سبقت لهم منك الحسنى، الذين هم عن النار مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون.
اللهم أمين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.